بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم يا سنة ستة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض اسئلة lesson 1 في unit 3 من كتاب bit by bit. هنحل اسئلة الدرس الاول في الوحدة الثالثة من كتاب bit by bit، واللي فاتوا اي حاجة من الفيديوهات اللي فاتت في الوحدة الاولى والتانية ادخلوا على قوائم التشغيل واختاروا قائمة تشغيل سنة ستة من كتاب bit by bit، هتلاقوا فيها كل الفيديوهات اللي قبل كده، كل دروس الوحدة الأولى والتانية، وكل حل أسئلة دروس الوحدة الأولى والتانية. ونبدأ على طول في فيديو النهاردة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتشيروا الفيديوهات لأصحابكم، عايزين نوصل القناة لأكبر عدد ممكن من المشتركين. ونبدأ على طول يا حبايبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال بيقول لي listen and circle يعني استمع وضع دائرة. ده سؤال استماع، يعني الجملة اللي بتسمعوها في كل نمبر من المس أو المستر في الامتحان بتعملوا عليها circle دائرة. number one they are 10 pounds each يبقى letter A. number two they are very nice letter B. number three how much is this pie letter A. number four do you have any cherry pies يبقى letter A. تاني سؤال عندنا بقول لي listen and complete، عبارة عن سؤال استماع بس هنا الكلمة اللي بنسمعها بنكتبها في النقط. عندنا حوار بين هدى ونهى. هدى بتقول لنهى good morning صباح الخير، can I help you هل يمكنني مساعدتك؟ ردت عليها نهى وقالت لها ايه؟ yes please نعم من فضلك. what kinds of pies do you have today يعني ما انواع الفطائر التي لديكم اليوم. يبقى اول كلمة هنكتبها today بمعنى اليوم. ردت عليها هدى وقالت لها we have lemon peach and apple يعني لدينا فطائر بالليمون والخوخ والتفاح. نهى سألتها سؤال تاني وبتقول لها do you have any cherry pies يعني هل لديكو اي فطائر كريز. ردت عليها هدى وقالت لها سوري اسفه وي ار اوت اوف تشيري لم يعد لدينا اي فطائر كريز بط ولكن ذا ابل بايز ار فيري نايس ولكن فطائر التفاح لطيفه جدا او رائعه جدا. فانها سالتها سؤال بتقول لها هاو ماتش ار ذي كم ثمن يعني فطائر التفاح. يبقى الكلمه الثالثه ماتش. ردت عليها وقالت لها they are 10 pounds each 10 جنيهات لكل واحدة يعني الفطيرة بعشر جنيهات. بعد كده بقول choose the correct answer from A, B, C or D بنختار الإجابة الصحيحة من الأربع إجابات اللي تحت كل جملة. number one I'll get a fresh pie for you طبعا سؤال لتشوز بيعتمد على حفظ الكلمات والجمل وفهم القواعد. لو حفظتوا الكلمات اللي في الدرس وحفظتوا الجمل وفهمتوا القواعد بتحلوا كل الأسئلة بمنتهى السهولة. هنا I'll get a fresh pie for you جملة أخدناها في المحادثة بمعنى أن سوف أحضر فطيرة طازجة لك يبقى fresh. number two we buy cookies نحن نشتري الكعك and bread والخبز at the bakery المكان اللي بنشتري منه الكعك والخبز هو المخبز يبقى هنختار bakery المخبز. number three I can't buy this jacket. I can't buy this jacket يعني أنا لا أستطيع أن أشتري هذا الجاكيت. It's too expensive. إنه غالي جدا. إحنا قلنا too معناها جدا لدرجة زائدة عن الحد. يعني معنى كده إن الجاكيت غالي جدا لدرجة إن أنا مش قادر أشتريه. يعني الفلوس اللي معي مش مكفية سعر الجاكيت. يبقى هنختار too. number four my younger brother يعني أخويا الصغير loves chocolate chip cookies loves chocolate chip cookies يعني يحب كعك بشرائح الشوكولاتة. نشوف الصفحة اللي بعد كده. بعد كده number five do you have any cookies احنا قلنا اني معناها اي تأتي في السؤال والجملة المنفية وطبعا كده سؤال يبقى هنختار اني. number six the peach pies are 5 pounds each يعني فطائر الخوخ بخمس جنيهات لكل واحدة. number seven the car is expensive يعني السيارة غالية الثمن. it costs a lot of money إنها تتكلف الكثير من النقود. هنا بقول لي تتكلف الكثير من النقود معنى كده إن السيارة إيه expensive
غالية الثمن. نمبر 8 هاو كان اي هيلب يو، ده سؤال حافظينه بمعنى كيف يمكنني مساعدتك. هاو كان اي هيلب يو عادل، كيف يمكنني مساعدتك يا عادل. ليه هنا اخترنا هيلب؟ علشان احنا قلنا لما بنسأل بكان، يعني لو عندنا كان في السؤال زي كده، هنا كان عبارة عن فعل مساعد، لازم الفعل الأساسي يبقى في المصدر بدون أي إضافات. بعد كده circle the odd one and replace it with a correct one، بنستبدل الكلمة المختلفة بكلمة مناسبة. number one lemon cup peach apple، يبقى الكلمة المختلفة cup وهنكتب cherry craze. number two bakery restaurant shop cherry، الكلمة المختلفة cherry علشان كلهم places أماكن، ونكتب school مكان. number three doctor bottle teacher baker، يبقى هنعمل دايرة على تشيري ونكتب سكول مكان مدرسة. number three دكتور بوتل تيتشر بيكر، كلهم جوبس مهن او وظائف ما عدا بوتل، نعمل عليها دايرة ونكتب نيرس ممرضة. number four شيف اكسبنسيف فريش نايس، كلهم صفات ما عدا شيف، نعمل عليها دايرة ونكتب جود. number five ايت باي ويك تيك، كلهم فيربس افعال ما عدا ويك، نعمل عليها دايره ونكتب درينك. درينك فعل بمعنى يشرب. بعد كده عندنا مسج لازم نقراها ونترجمها علشان نحل صح. بيقول لي ماي براذر هاني لايك سبايس، يعني اخي هاني يحب الفطائر. يسترداي بالامس هي ونت تو ذا بيكري، بالامس هو ذهب الى المخبز. نير اور هاوس، يعني قريب من منزلنا او بالقرب من منزلنا. هي اسكت the baker about kinds of pies، هو سأل الخباز عن أنواع الفطائر. there were، كان يوجد peach apple and lemon pies، يعني فطائر خوخ وفطائر تفاح وفطائر ليمون. هاني bought two peach pies، هاني bought two peach pies، يعني هاني اشترى فطيرتين خوخ. they were 5 pounds each، الواحدة بخمس جنيهات، يعني الاثنين بعشر جنيهات. then ثم he went home، هو رجع البيت. and gave me، وأعطاني a peach pie، يعني فطيرة خوخ. it was fresh and delicious، it was fresh and delicious، يعني كانت طازجة ولذيذة. number one بقول لي هاني went to the bakery yesterday، يعني هاني ذهب إلى المخبز بالأمس زي ما قلنا في القطعة، ذهب الى المخبز. number 2 هاني بوت 2 بيتش بويز، يعني هاني اشترى فطرتين خوخ، يبقى بوت يعني اشترى في الماضي. الاسئله اللي بعد كده هنا بيقول لي هاو ماتش وير ذا 2 بويز، كم ثمن الفطرتين. ممكن هنا نجاوب بطريقتين، ممكن نقول they were 10 pounds يعني ب 10 جنيهات، يبقى احنا كده جمعنا، احنا قلنا الفطيره الواحده بخمسه جمعنا الاثنين يبقى 10 جنيهات. ممكن نكتبها بنفس الطريقه زي ما جت في الباسج، نقول they were 5 pounds each، يعني خمس جنيهات لكل واحدة، لو كتبنا كده صح ولو كتبنا كده صح، كده they were 10 pounds، الاتنين صح، يعني كده بعشر جنيهات، لكن هنا بقول خمس جنيهات للواحدة. number 4 what kinds of pies did Hanny find in the bakery، يعني ما أنواع الفطائر اللي هاني وجدها في المخبز. هنقول هي found، هنحول find لfound، طبعا كده الماضي علشان السؤال في زمن الماضي البسيط، يبقى لازم نصرف الفعل في زمن الماضي البسيط في الإجابة. هنقول هي found، هو وجد peach apple and lemon pies. بعد كده write a paragraph of 7 sentences، اكتب paragraph من 7 جمل عن a fresh pie، يعني فطيرة طازجة. اول حاجة عايزة مثلا اكون جملة بالعربي واقول بالامس انا ذهبت الى المخبز، هقول yesterday بالامس I went to the bakery، أنا ذهبت إلى المخبز. طيب عايز أقول كان يوجد فطائر ليمون وخوخ وتفاح، هقول there were lemon peach and apple pies، أنا ماشي معاكم كلمة كلمة. بعد كده عايز أقول أنا اشتريت فطيرة طازجة، يبقى I bought a fresh pie. عايز أقول أنا اشتريت فطيرة خوخ، يبقى I bought a peach pie. عايز اقول كانت لذيذة جدا، يبقى it was very delicious، it was very delicious. بعد كده عايز اقول كانت بخمس جنيهات، it was 5
هاويندس. بعد كده عايزين نكون جملة نقول مثلا أنا أحب الفطائر كثير جدا، يبقى I like pies very much. يبقى أول حاجة بكون الجملة بالعربي وبعد كده أحولها إنجليش. نقولهم تاني. Yesterday I went to the bakery. There were lemon, peach and apple pies. I bought a fresh pie. I bought a peach pie. It was very delicious. It was 5 pounds. I like pies very much. بعد كده ترتيب. أول سؤال How can I help you؟ ده سؤال واخدينه وحافظينه، بمعنى كيف يمكنني مساعدتك. لو حافظينه هترتبوه بمنتهى السهولة. Number 2 We are out of cherry today. We are out of cherry today. يعني لم يعد لدينا فطائر كريز اليوم، يعني نفد أو لم يعد لدينا. We are out of، احنا قلنا واحنا بنقول الكلمات في الدرس بي اوت اوف ممكن نشيل بي ونحط مكانها ام او از او ار حسب الفاعل. هنا الجمله بدات بوي يبقى وي ار. كده صرفنا فيرب تو بي اللي هو بيتكون من ام واز وار، قلنا الوي بتاخد ار، يبقى وي ار اوت اوف تشيري تو دي. نمبر 3 ذي ار 5 باوندز ايتش، يعني 5 جنيهات لكل واحده. نمبر 4 ذا ابل بايز، يعني فطائر التفاح، are very nice، يعني رائعة جدا أو لطيفة جدا. Number 5 السؤال بيبدأ بفعل مساعد، يبقى فعل مساعد فاعل فعل أساسي. باقي السؤال Do you have any peach boys؟ Do you have any peach boys؟ بعد كده بنكتويشن. السي في كان، الاي في هاف، قلنا الضمير اي في أي مكان في الجملة بننزله كابيتال، في الآخر question mark علامة استفهام علشان ده سؤال. نمبر 2 الدبليو في وي ابوستروف ال ال اللي ايه في احمد زي ما هي، وفي الاخر فول ستوب. وبكده يا حبايبي نكون انتهينا من حل الاسئله. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.